أيهما أفضل، القراءة الأرمز، قراءة الماجنوم، أو الشادو ألف؟ ده اللي هنعرفه في فيديو اليوم يا شباب، تابعونا وخليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. مبدئيا كده يا شباب، قبل ما نتكلم عن اي حاجة بالنسبة للبندقية القراءة الماجنوم او القراءة الارمز، يعتبروا البندقيتين واحد، فهنقارن ما بين البندقية القراءة والشادو في كل حاجة. اول حاجة هنتكلم عليها الوزن والطول بالنسبة للبندقيتين. تقريبا الوزن متقارب، 3 كيلو 100 جرام، يمكن القراءة ازيد شوية، يعني بالنسبة للقراءة اتقل من البندقية الشادو. دي طبعا البندقية الشادو يا جماعة، لو كان حد اول مرة يشوفها، لكن انا عملها عملية تمويه يعني كده. القراءة اتقل من الشادو. بالنسبة للطول حوالي 110 و115 تقريبا، برضو الاتنين ايه، طول واحد. ده بالنسبة للوزن والطول. تاني حاجة هنتكلم عليها بالنسبة للسرعة والقوة، السرعة الرقم 2 حوالي 220 لرقم 1 240، نفسها برضو الكرال. القوة حوالي 24 جول لرقم 2. ده بالنسبة للقوة والسرعة. بعد كده يا شباب هنتكلم عن النشان الخلفي والنشان الأمامي. بالنسبة لنشان الشادو، القطعة اللي فوق ديت حديد، واللي في الجنب برضو حديد، الشاسيه نفسه بتاع النشان حديد، هي القطعة ديت اللي بلاستيك، تمام. في الكرال القطعة ديت بلاستيك، والقطعة ديت بلاستيك، وبرضو القطعة اللي ورا بلاستيك، الشاسيه برضو هو اللي حديد. يعني بالنسبة للنشان الخلفي، طبعا نشان الشادو احسن من نشان الكرال، ومع المحافظة ما بيجرلوش اي حاجة. بالنسبة للنشان الامامي برضو نشان محكم مضغوط كويس، عليه شماسة تحمي الفوسفور اللي قدام، لو البندقية وقعت منك ما يحصلهاش اي حاجة. بالنسبة للكرال برضو النشان كويس، لكن ما عليهوش حاجة تحميه، ولو وقعت برضو ممكن يجرالها حاجة. يعني القطعة اللي هنا قدام في الكرال طويلة، يعني ممكن لو بتفتح البندقية وبتقفلها بتضغط عليها كتير ممكن تفك ايه منك، فحاول ان انت دايما تبقى ايدك تحت القطعة ديت عشان ما يجرالهاش حاجة، تمام. لكن برضو هنا النشان الامامي او الخلفي للشادو افضل بكتير من الكرال. بعد كده يا شباب هنتكلم عن مجموعة الزينات. مجموعة الزناد هنا في الشادو، انا فكيت الشادو وفكيت الكرال. المجموعة بتاع الزناد بتاع الشادو قطعة واحدة، يعني انت وانت بتفكها بتخرجها قطعة وبتركبها قطعة واحدة زي ما هي. بالنسبة للكرال بتبقى انت تعتبر شايف الاجزاء الداخلية، وفي قطعة لازم تثبتها بايدك وانت بتركب. فيعني الافضل مجموعة الزناد بتاعت الشادو افضل برضو كتير من الكرال، عشان هي قطعة واحدة ومقفولة كويس ومحكمة كويس عن مجموعة الزناد بتاعة الكرال. لكن برضو المجموعة بتاع الكرال برضو بتيجي بأمان ومجموعة كويسة مش وحشة، لكن أنا أفضل مجموعة الزناد أفضل بكتير من مجموعة الكرال. نتكلم بعد كده يا شباب عن ماسورة الشادو وماسورة الكرال. بالنسبة لماسورة الشادو، القطعة ديت معدن، لكن قطعة بيت الرش هنا فيبر، قطعة هنا ديت فيبر. لكن بالنسبة للكرال، الماسورة كلها بقطعة بيت الرش معدن. معدن ممكن من جوه الماسورة يعتبروا الاتنين واحد، أدائهم واحد، لكن القطعة ديت بتاعت الشادو مع المحافظة ما بيحصلهاش حاجة. القطعة الفيبر دي مع المحافظة ما بيحصلهاش حاجة. البندقية دي معايا من 2004، ليك ان انت تحكم بقى، ما حصلش فيها اي مشكلة مع المحافظة، ما فيهاش حاجة. لكن طبعا بندقية ماسورة الكرال طبعا افضل، لان كلها قطعة واحدة معدن،
تبقى دلوقتي ماسورة بالنسبة لماسورة الكرال أفضل بكتير من ماسورة إيه الشادو. لكن بالمحافظة ما بيحصلش للبندقية الشادو أي حاجة للقطعة ديت، وفي ناس أفاضل محترمين عملوا لها بيت رش حديد. يعني أنت لو عندك بندقية شادو وحبيت تغير بيت الرش ده هتغيره وتعمله حديد، وهتبقى البندقية معاك بندقية محترمة ما فيهاش أي مشكلة، وقطع غيارها طبعا متوفرة. وطبعا قطع الغيار بالنسبة للسوستة والجلدة بتوع الشادو بيركبوا على الكرال، بيركبوا على الكرال. ممكن يعني القميص بتاع الشادو هنا أطول شوية من الكرال. السوستة طبعا هنا بتبقى واخدة راحتها لما بتركب في الكرال، يعني بتبقى مضغوطة شوية وممكن دي تكسر، لكن السوستة والجلدة بتوع الشادو بيعيشوا أفضل كتير من السوستة والجلدة بتوع الكرال. آخر حاجة بقى يا شباب هنتكلم عليها عشان تفصل ما بين البندقيتين هي دقة البندقية. دقة البندقية طبعا بالنسبة للشادو أفضل بكتير من الكرال، دقيقة جدا لأبعد المسافات. كرال دقتها مش وحشة، لكن برضو يعني في المسافات الأبعد الشادو أفضل بكتير بالنسبة للدقة، ودي بترجع برضو للتقفيل الخامة وخامات البندقية والدبش، كل الحاجات دي بتأثر على الدقة. الدبش ده نفسه لما بيسيب كده من مكانه يؤثر على الدقة، المسامير نفسها لما تفك بتأثر على الدقة. فتقفيل بصراحة البندقية الشادو أفضل بكتير من البندقية الكرال، وده طبعا بيديك دقة في التصويب والأبعد المسافات. وبالنسبة طبعا للرش، الرش دائما بنقول عليه إن احنا نستخدم الرش المناسب للبندقية، انت بتجرب وبتختار أفضل تجميع. لكن الشادو عن رأيي الشخصي اللي عاوز يشتري ده وجهة نظري انا، اللي عاوز يشتري الشادو افضل بكتير يا جماعة من الكرال، من حيث الخامات والدقة والقوة وكل حاجة بصراحة. ما اي متشابهين في حاجات، لكن الشادو افضل بكتير. فانا افضل دائما اللي عاوز يشتري لو هيقارن ما بين الاثنين او عاوز يشتري انهي واحدة، افضل اللي هو يشتري الشادو. وكل العيب اللي كل حد بيتكلم عليه في الشادو هو بيت الرش، لكن بيت الرش مع المحافظة والله يا جماعة ما بيحصل ليه أي حاجة. البندقية ديت معايا من 2004. أنت ممكن تروح لتاجر عاوز تشتري، ممكن يكون هو عنده كرال ما عندوش شادو، فيقول لك والله الكرال أفضل، البيت معدن فيحببك في الكرال عشان مثلا تشتريها، أو العكس يكون عنده شادو وما عندوش كرال، انت تكون رايح تشتري الكرال فيحببك برضو في الشادو عشان تشتريها. لكن بأمانة الأفضل الشادو أفضل بكتير من الكرال. ده وجه المقارنة ما بينهم، عشان الناس اللي بتسألني كتير في التعليقات الشادو ولا الكرال، فده وجه المقارنة ما بينهم. وأنا عن رأيي الشخصي أفضل البندقية الشادو. وقبل ما انسى برضو يا شباب، بالنسبة للسعر، سعر البندقية الشادو ممكن حاليا 5.5 الرقم 2، 5 أو 4.5 الرقم 1. طبعا الأسعار بتختلف من تاجر لتاجر، ولكن آخر حاجة أنا سمعتها بالنسبة لرقم 2 5500، 5.5 للكرال. طبعا في الرقم 2 3.5، تزيد شوية أو تقل شوية الله أعلم، يعني تقريبا دي الأسعار. فده بالنسبة للإيه للأسعار. فيا رب فيديو اليوم يكون عجبكم، وأي استفسار بالنسبة برضو لموضوع البندقيتين الشادو أو الكرال تقدر تكتب لي في التعليقات، وأنا بأمر الله وبإذن الله هرد على حضراتكم. وآخر حاجة أقدر أقولها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.